ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. بعد التحية أستاذ محمد، تكليفات رئاسية ترجمت لخطوة فعلية تمثلت في عقد المؤتمر الاقتصادي في ظل الأزمات التي يشهدها العالم وتتطلب وضع حلول استباقية للصمود أمامها. كيف ترى المؤتمر ودلالة توقيته؟ نعم، يعني المؤتمر الاقتصادي كما نعلم يعني جاء في وقت شديد الأهمية، سواء فيما يتعلق بالتطورات التي تجري على مستوى الاقتصاد العالمي والنظام العالمي، أو فيما يتعلق بمسار عملية التنمية في مصر. على المستوى الدولي يعني هناك أزمة كبيرة يمر بها الاقتصاد العالمي وتمر بها جميع اقتصادات العالم، سواء الاقتصادات المتقدمة والصناعية خاصة الاقتصادات الأوروبية أو الاقتصادات الناشئة، باعتبار أن الاقتصاد العالمي أصبح يتسم بدرجة كبيرة من الاعتماد المتبادل خاصة من خلال سلاسل الإنتاج وغيرها. هذه الأزمة فرضت تداعيات ضخمة على اقتصادات العالم ومنها الاقتصادات الناشئة بشكل خاص، ومصر هو الاقتصاد المصري هو أحد هذه الاقتصادات. هذه الأزمة خلقت تداعيات كبيرة، وبالتالي لابد على الاقتصادات الناشئة التعامل مع تداعيات هذه الأزمة، وسواء من خلال تخفيض يعني حجم التداعيات السلبية أو استغلال الفرص التي يمكن أن تتيح هذه الأزمة. على المستوى الداخلي كما نعلم مصر منذ عام 2014 بدأت يعني عملية تنمية واسعة النطاق يعني وإصلاحات جذرية للكثير من القطاعات الاقتصادية، وبالتالي في ظل يعني أو بعد مرور 8 سنوات على هذه التجربة من الطبيعي أن يتم مراجعة الكثير من السياسات الاقتصادية أو تقييم هذه السياسات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، تعزيز قدرته التنافسية، وأيضا للتوافق على أولويات يعني العمل الاقتصادي خلال المرحلة القادمة. لكن المؤتمر الاقتصادي كان فرصة مهمة أيضا لمراجعة أو وضع النموذج أو عملية التنمية في مصر في سياق أوسع، يعني أوسع بمعنى أنه أن نضع هذه المرحلة في إطار يعني عملية التطور الاقتصادي التي تمر بها مصر يعني منذ الستينات حتى الآن. وضع المشكلات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد المصري هي نفس المشكلات تقريبا، ولكن لم يتم التعامل معها بمنطق المواجهة الجذرية أو الإصلاح الحقيقي، وتأجلت هذه المشكلات لعقود، وما يجري الآن هو التعامل يعني مع هذه المشكلات وفقا لسياسات إصلاحية حقيقية. وبالتالي المؤتمر مثل فرصة ومناسبة مهمة لوضع العملية الإصلاح الجارية في السياق الأوسع منذ أن يعني منذ عقود ماضية وحتى الآن. يعني سيد محمد، هناك توجه بتكليف رئاسي بدعم مشاركة القطاع الخاص، كيف يمكن تفعيل دور هذا القطاع الهام وأيضا في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ ولكن قبل أن يعني نحتاج إلى شرح مبسط للمواطن المصري البسيط عن ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة وكيف سيتم الاستفادة منها بالنسبة للمواطن المصري. نعم، يعني منذ أن بدأت عملية التنمية في عام 2014 يعني كان هناك اعتماد كبير على الإنفاق العام، وكان هناك اعتماد كبير على القدرات الاقتصادية للدولة، وكان هذا ضروريا لطبيعة المشروعات التنموية التي تم تطبيقها منذ ذلك التاريخ. هي بطبيعتها مشروعات تحتاج إلى إنفاق ضخم، تحتاج إلى يعني نمط معين من الاستثمارات. هذه الاستثمارات يعني ليست جاذبة للقطاع الخاص، وهذا يفسر لماذا يعني تم الاعتماد أو يعني كان هناك دور مهم للدولة في عملية التنمية. هذا الدور هو دور يعني ليس استثناء في تاريخ التجارب التنموية في العالم، يعني كل التجارب الأسيوية على سبيل المثال اعتمدت على دور مهم ورئيسي للدولة، ولكن في نفس الوقت التجربة المصرية لم تقم على إهمال للقطاع الخاص. يعني كما أشير بالأمس في المؤتمر الاقتصادي، صحيح أن الدولة كانت يعني تلعب دور رئيسي، ولكن القطاع الخاص
لعب دورا رئيسيا في تنفيذ هذه المشروعات بما فيها المشروعات القومية. ومع ذلك فإن المرحلة القادمة يعني هناك توجه من جانب الدولة إلى توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى هذا الأساس جاءت وثيقة ملكية الدولة لأنها تضع يعني استراتيجية عامة لتوسيع دور القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية ليس على المستوى الداخلي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا وفي الأسواق العالمية. هذه هي الفلسفة الأساسية التي تقوم عليها وثيقة ملكية الدولة، ويعني هي جزء من التوجه الرئيسي للحكومة المصرية، ويعني ولذلك أيضا يعني يتم تخصيص جلسة خاصة لهذه المسألة داخل المؤتمر الاقتصادي. يعني كما شاهدنا كان هناك العديد من الإشادات الدولية بجدية مصر في حل هذه الأزمة العالمية التي يعاني منها جميع دول العالم، ولكن الإشادة كانت بهذا المؤتمر، مؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بأنه قائم لإيجاد حلول وخارطة طريق للخروج من هذه الأزمة. تعليق حضرتك. نعم، يعني هذه مسألة يعني تشير أو يعني ترتبط بالفلسفة الأساسية التي يقوم عليها المؤتمر الاقتصادي. كما أشرت قبل ذلك يعني أحد أهداف هذا المؤتمر حسب قراءتي هو بناء نوع من التوافق أيضا فيما يتعلق بالنموذج التنموي المصري، يعني لفهم أو تسليط الضوء على الفلسفة الأساسية التي حكمت هذا النموذج منذ عام 2014 حتى الآن، لكن أيضا يتعامل مع يعني كيفية التعامل مع التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية. جزء كبير من هذه التحديات يأتي من البيئة الخارجية، يعني بدأت مع تداعيات يعني جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية، يعني هاتين يعني أزمتين نوعيتين أو غير تقليديتين، يعني مر بهم الاقتصاد العالمي. في حالة كوفيد-19 كان هناك درجة من التعاون الدولي في التعامل مع هذه الجائحة إلى حد ما، لكن في حالة الحرب الروسية الأوكرانية يغلب الطابع الصراعي على هذه الأزمة بما فيها تداعياتها الاقتصادية، خاصة أنها أزمة السبب الرئيسي فيها هي القوى الكبرى. يعني وبالتالي المؤتمر الاقتصادي هنا يتعامل مع تداعيات أو محاولة الوصول إلى سياسات محددة للتعامل مع تداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة، وعلى ما يبدو طبعا أو وفقا للكثير من المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هناك حالة من عدم اليقين تسيطر على مستقبل الاقتصاد العالمي خلال يعني على الأقل خلال عام 2023. في ظل حالة عدم اليقين هذه وعدم وضوح الرؤية، يعني بالتأكيد الواقع الاقتصادي أو واقع الاقتصاد العالمي سيتأثر بهذه الأزمة، فبالتالي كل الاقتصادات الناشئة يعني بالتأكيد معنية بتداعيات هذه الأزمة عليها. بالفعل، وليس فقط الاقتصادات الناشئة ولكن أيضا اقتصاديات الدول الكبيرة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.